السلام عليكم. وليدي لقيتو واحد السيد عاد 22 عام داس دابا النور تبعو خشاف عشيشة دري ما عارش عاملو دخلو ما يدخل الدري خص يوم وساد عليه في عشا وغطاس فوق كل شيء الدري تكرفس عليه ما كاين حالة ست ايام وعد هو معاه قال يا خو قال يا خاشي في عشا وريها ليا الوليد عنده شحال عنده من عام؟ 12 عام 12 عام ايه خرج ما عمره خرج من الدار ما عمره يعني واخا كيخرج كيخرج هنا وكيجي مع عمو طرا ليه هكايا هاد المرة اه وحقيقة شنو درت دابا الإجراءات اللي درتي دابا درتو شكاية حاول السيد اه المجرم تشد اه درت شكاية وما عرفتش واش شد الباقي درت شكاية درت على الواد في عند الواد في عند الواد درت شكاية درت الطبيبية أمس درت كلشي. وشنو الرسالة ديالك دابا للرجال السلطة للجهات المسؤولة شنو الرسالة ديالك؟ بغيت ناخذ حق ولدي، ولدي بغا تنازع على ولدي، تنازع عليه بغا حق ولدي، صدنا دري ويشا، وهاد الناس حقروني، بغيت الناس وخو معايا وبغاش بغاش ولدي يضيع، مبغاش ولدي يضيع، بغا حق ولدي. هذا واحد السيد كيدير الصوان كيدير مختصهم دار خالية أو شي بلاكة أو شي بلاصة، ما كاين حتى واحد اللي خدمتو، كانوا هما جوج داهم واحد سخرو الكارو واحد بقى معاه. هذاك ما جاش مشى لاخر شدو فليت شغل معاه شدو اغتصبو خسرو ضربو حدو بظهرو ما خلا ما دار درع يدي ضربو راسو ايوا شحال نقول الدريس كان خسرني بزاف القلب نتاع عينه ما طحناش عليه جا لاخر هو اللي قال لنا ودي راه كاينه كاينه جا خوه كان مع خوه هما جوج وسخر واحد يجيب للدار واحد بقى معاه هذاك ما تلاش رجع لاخر شدو فليت سير شد لينا الدري واغتصبو وتكرفس عليه وعضو ظهرو درعيه كتافو راسو ضربو ايوا كيفاش تلقيت هاد الوليد هذا كيفاش عرفتو البلاصة فين كاين وكيفاش تلقيت؟ البلاصة كنا نقلبو هادي 10 أيام حنا عاد باش عطانا خو التفاصيل مشينا يا سيدي لهاديك البراكة مشات مو نهار الجمعة لقاتو هو هرب والدري جابتو ايوا لقينا سوينا شوية مشينا لقينا عزرار مياد على المحضر ايوا دابا كنا جديدة درنا لي الشهادة حنا دابا جنان شنو هي الرسالة ديالكم؟ درنا المحضر عمرنا بقات سيرتيفيكات سيرتيفيكات دابا بقات في الجزرار مياد جزرار مياد داروا ورقهم داروا سيرتيفيكات دا واحد الدراكير دا سبيطار عند الطبيب ايوا دابا راه خرجناها حنا جنا باقي دابا تنشريو ليه الدواء رسالتكم للجهات المعنية؟ ورسالتنا نقولوا شوف السلطات اش دير الرسالة هي كان طالبوا في الحق يكوني خاص الدنيا تسوانا وخاصو كذا وشوفوا كيف السلطات اش غادي تعمل اش دير ما شوف القانون في هاي تلاوح هو يعني.